بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به، اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. حلقه الاسبوع الماضي كانت بعنوان بدون جراحه، وطلبت من حضراتكم استطلاعا للراي عن هذا العنوان، هل نكمل هذا العنوان ام ندخل في موضوع اخر؟ فكان الحمد لله رب العالمين استحسان حضراتكم لهذا العنوان وتعليقات حضراتكم ان احنا نكمل تاني هذا العنوان، هذه الحلقة وهذا الاسبوع بدون جراحة الجزء الثاني. وكما ذكرت في الجزء الاول في بداية الحلقة انه بدون جراحة ليس اعازا الى ان الطب بدون جراحة، وليس اعازا بان تهميش دور جراحة او تقليل من اهمية الجراحة. وذكرت لحضراتكم ان احنا بنحصل في نهاية الدراسة الشاقة جدا والمكلفة جدا والمتعبة جدا على بكالوريوس طب وجراحة، لا ينفصل هذا عن ذاك ابدا باي حال من الاحوال. وقلت لحضراتكم ايضا من الناحية الطبية العالمية احتراما لجسم الانسان، وسبحان الله يعني انا كطبيب مسلم بقول احتراما لخلق الله سبحانه وتعالى وابداع الله سبحانه وتعالى في خلقه، نحاول على قدر الإمكان أن نجعل الاختيار الجراحي آخر اختيار لينا بالنسبة لعلاج الحالات المرضية التي قد يتعرض لها الجسم البشري. وشفنا مع بعض في الحلقة الماضية حالات من أمراض العظام الكثيرة التي كان يجب أن هي تخضع للتدخل الجراحي، وإن لم تخضع للتدخل الجراحي سيحدث مشاكل صحية أكثر وأكثر تصل إلى حد الشلل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. وشفنا حالات أيضا من الأمراض العظام التي لا يستطيع الطب الغربي أن يتدخل جراحيا نظرا لسن المريض أو نظرا لحالة المريض الطبية، ما نقدرش أن إحنا نتدخل جراحيا زي ما شفنا حالة الحاجة نفيسة وكلى واحدة والأدوية العادية تعبت الكلى وحصل تورم في القدمين، وشفنا مع بعض ازاي قدرنا ان احنا نتدخل باليات الطب البديل بدون التدخل الجراحي بفضل الله سبحانه وتعالى، لان الحاله لن تستطيع ان تتحمل التدخل الجراحي. ايضا شفنا مع بعض حالات نقدر نقول عليها ان المساعده الطبيه ليها المسكنات وما تحمل من اثار جانبيه كثيره جدا وما تحمل من مشاكل جمه على الجسم البشري، وقدرنا الحمد لله رب العالمين أيضا بدون جراحة أن احنا نصل بالمريض إلى بر الأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وشفنا مع بعض غير أمراض العظام إنزال الوزن أو التخسيس والتخلص من السمنة الزائدة، وقدرنا الحمد لله رب العالمين أن احنا فعلا نتدخل وننزل حالة 52 كيلو وننزل حالة 38 كيلو بفضل الله سبحانه وتعالى بآليات بسيطة جدا بتدخل بسيط جدا، وقدرنا أن احنا أيضا نقي المريض بتاعنا التدخل الجراحي في هذه الحالات. وزي ما ذكرت في الحالات السمنة هنتكلم برضو النهاردة في حالات السمنة، وهنتكلم أيضا ونعرض بعض حالات العظام. كثير من أمراض العمود الفقري وخاصة الفقرات القطنية اللي هي أسفل الظهر، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجازي سيداتنا كل خير عن الأسرة المصرية، أي سيدة بتعاني من ألم أسفل الظهر وبتندرج بقى أو يعني بتتدرج المعاناة من آلام أسفل الظهر بسيطة إلى آلام صعبة شوية إلى آلام مزمنة إلى انزلاق غضروفي إلى ضغط في الفقرات إلى آلام في الفخذين نتيجة الضغط في الفقرات الموجود إلى آخره من آلام أسفل الظهر الكثيرة جدا واللي بيعاني منها زي ما بقول لحضراتكم سيداتنا الفاضلات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، لأن من كتر الأعباء المنزلية والمنزل والشغل ومراعاة البيت والأولاد ورب الأسرة إلى آخره، وأيضا الحمل والرضاعة وفترة الحمل اللي بتبقى صعبة جدا وإلى آخره من الحاجات اللي الرجالة ما بيتعرضوش ليها ومكبرين دماغهم طبعا يعني مكبرين دماغهم من مراعاة السيدات، مكبرين دماغهم من إن هو ينظر نظرة صح إلى الزوجة
بالمعاناه اللي بتعانيها وما يعملش نفسه من بنها يعني، لا هي بتعاني جامد جدا وتتعرض الى حاجات كثيره جدا، وكل ده في سبيل راحه حضرتك وراحه الاولاد وفي سبيل بيت حضرتك. فنتمنى من الرجال الافاضل ان هم يراعوا السيدات الافاضل ويراعوا زوجاتهم في الام اسفل الظهر والام الركبتين، ما يقولهاش انت بتتصلبطي، انت بتتلككي، انت ما فيكيش حاجه، انت مجرد ما تشوفيني تقولي ظهري ورجليا، لا حقيقة راعي هذه النقاط جيدا، ويجب أن نأخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار. تفضلا من حضرتكم، وأمرا من الله سبحانه وتعالى وتوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدات الفاضلات. قد يصل الأمر بكثير من الحالات زي ما قلت لحضراتكم إلى وجوب التدخل الجراحي، ما فيش حل غير جراحة، لازم الحالة دي تدخل جراحة، ولو ما دخلتش جراحة هيحصل شلل، مش هتقدر تمشي بعد كده. هل هذا الكلام خطأ؟ لا، الكلام ده مش خطأ من ناحية نظر الطب الغربي الويسترن ميديسين. أنا بتحدث عن آليات الطب البديل اللي أنا متخصص فيها، وبرضو برجو الأخ الفاضل المخرج الجميل محمد بطريق إن هو ينزل التايتل كده، وده تخصصاتي، فأنا بتحدث عن أمراض العظام من منطلق الطب البديل. هل النظرة دي أو الكلمة دي من أطباء العظام المختلفين وأطباء المخ والأعصاب المختلفين للحالة كان خطأ؟ لا، ما كانش خطأ، ولكن في الطب البديل بننظر نظرة أخرى، بنرسم خطة طبية علاجية أخرى غير نظرة الطب الغربي، تمام؟ ولابد أن احنا نعي هذه الكلمة، لأن كتير جدا يقول لي بقى كل الدكاترة دول يعني ما عرفوش يعملوا اللي أنت عملته. لا، على عيني وعلى رأسي، وهم أفضل مني وأكفأ مني، ولكن هناك تخصص آخر يسمى الالترناتيف ميديسن او الطب البديل بآلياته المختلفة، لا يعلمها الزميل الفاضل في امراض العظام ولا يعلمها الزميل الفاضل في المخ والاعصاب. بننظر نظرة اخرى للحالة، نرسم خطة طبية علاجية اخرى للحالة، ونقدر ان احنا نعدي بيها بر الامان، نقدر ان احنا ما ندخلهاش الجراحة، نقدر ان احنا ما ندخلهاش غرفة العمليات، نقدر ان احنا نتخطى مشاكل العمليات الكثيرة جدا والتكلفة العالية جدا والاثار الجانبية المحتملة للعمليات الجراحية. هل معنى ده يا دكتور ان الطب البديل ملوش اثار جانبية؟ ان كان على يد متخصص ليس له اثار جانبية بفضل الله سبحانه وتعالى، تماما بمعنى الكلمة، إن كان على يد طبيب متخصص. ما تروحش حضرتك لحد بتاع أعشاب وتقول لي ما أنا خدت طب بديل، ما تروحش حضرتك لمركز معين وتقول لي أنا عملت حجامة على في الطب البديل وما جابتش نتيجة، ما تقولش حضرتك إن أنا رحت المسجد الفلاني وعملت حجامة وما جابتش نتيجة. كل هذا هراء، كل هذا بعيد تمام البعد عن الطب البديل. ما تقوليش أنا اشتريت مجموعة العظام اللي بيعلن عنها في التلفزيون وما جابتش نتيجة، كل هذا هراء وبعيد تمام البعد عن الطب وآلياتي. نظرة الطب البديل مختلفة تمام الاختلاف، الخطة الطبية العلاجية الميديكال بلين اوف تريتمنت في الطب البديل مختلفة تمام الاختلاف عن الويسترن ميديسين، وايضا النتيجة المتوقعة بفضل الله سبحانه وتعالى بتكون مختلفة تمام الاختلاف عن الويسترن ميديسين. هنشوف مداخلة مع بعض من حلقة سابقة، وركز حضرتك كويس جدا في معاناتها، وركز كويس جدا هي وصلت لإيه مع الويستر ميديسن أو مع الطب الغربي، وشوف النقلة اللي اتنقلت فيها مع الالترنتيف ميديسن أو الطب البديل. خلينا نشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة ونرجع تاني نحللها من الناحية الطبية بدون جراحة، نشوف الحالة دي. الأخت أم حبيبة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا ام حبيبة، اهلا وسهلا. يا دكتور الواحد مش عارف يشكر حضرتك ازاي بصراحة، انا كنت تعبانة قوي قوي، كان عندي اللي هو عرق النسا ده، والغضروف كان الفقرات في ظهري من اول الناحية اليمين لحد صباع رجلي تحت كان تنميل وكان وجع. وكنت جاية لحضرتك، يعني شكر ربنا ولحضرتك يا دكتور، انا كنت جاية متنية. تمام. حضرتك عملت لي الحجامه وانا متنيه كده نصين. ورحت لدكتور العظام ورحت لدكتور المخ والاعصاب، وكانوا الاثنين كانوا مصممين ان انا اعمل العمليه. فانا صممت ان انا اجي لحضرتك، يعني هنا بقول لي طب احنا هنوديك عشان نبقى خلصنا ضميرنا من ربنا، اخواتي وجوزي. تمام. قالوا لي احنا هنوديك للدكتور عشان ما نبقوش ايه يعني في اي مسؤوليه علينا قدام ربنا، اذا انت عايزه عشان لو جرت لك حاجه في العمليات ما نبقوش احنا مسؤولين بيكي. قلت لهم لا، انا متابعاه بقالي سنين طويله بس عايزه اروح له.
وجيت لحضرتك والشكر لله والحمد لله يعني وفضل ربنا ولحضرتك الحمد لله. بعد ما عملت الخجامه انا وقفت على رجلي، حتى اختي جت لي البيت وبقتش مصدقه، بتقول لي سبحان الله انت وقفتي. الحمد لله بعد رب ما كانوا العالمين. بيدخلوني الحمام والليل الطويل ده وانا قاعده يا عيني ما بتشوفش النوم، حول ولا قوة إلا بالله. والدكتور قال لك لو ما دخلتش عمليات هيحصل حاله شلل. والحمد لله انا عملت الحجامه وجيت لحضرتك، عملت 3 مرات وعملت الحجامه التنشيطيه الاخيره وكان تمام فيها شويه الم وخفاف راح، والحمد لله والشكر ربنا ولحضرتك. الحمد ربنا لله يا يا رب أم كده حبيبي، يبارك في حضرتك ويزيد في علمك، يزيدك من علم الله كده. ربنا والواحد يحفظك يا أم يعني حبيبة، الواحد يعني عاجز على الشكر ان هو يشكر حضرتك والله ربنا العظيم. يبارك في عمرك يا رب، ويسأل الله العظيم أن يتم الشفاء والله عليك يا الله رب. يبارك لك كده ويجعله في ميزان حسناتك كده، اللهم ويجعل آمين يا رب، كده علمك كده ينفع كده الناس كده دايما يا رب، اللهم آمين يا رب. طب ويبارك في حضرتك يا رب. الواحد مش عارف صراحة ربنا يقول لك ايه، لا، انا دعوة كنتش بسيطة بس فرحانة. جميلة كده من حضرتك، ربنا يبارك في عمرك يا رب. والله الله يبارك لك، الله يبارك لك بصراحة. الواحد بيدعي لك يعني من قبل ما ادخل اساسا، من قبل ما اجي لك كنت بشوف حالات ياما انت جايبها، ولما يعني كنت بدعي كده لربنا كده ان ربنا فعلا يستجاب لي، وقعت في الحاجة دي قلت مش هروح الا لحضرتك. ربنا يجعلنا سبب دائما يا رب، ربنا يجعلنا من ورب السبب دائما. يجعلك سبب كده ويجعل كده علمك كده في ميزان حسناتك كده يا رب يا اللهم رب امين كده، يا رب. ربنا يعني يبارك ام لك يا حبيبه رب. الحمد لله الالم راح تماما، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله روح تمام. الحمد لله بأمر الله، وبنتحرك وبنشوف حياتنا عادي وبندخل مطبخنا وكل بتحرك حاجه. وبشوف حياتي وبعمل شغل بيتي، وحتى يعني انا نفضت بيتي في العيد ما كنتش بنفضه طيب الحمد لله. يعني. الحمد لله قمت وقعدت ونزلت جبت حاجتي، والحمد لله الشكر لربنا ولحضرتك طبعا ربنا الحمد يحفظك لله. يا رب، انا متشكر جدا لمداخله حضرتك الكريمه، والله ده جزاك الله الواحد خير. يعني الواحد مهما يعني مهما قلت انا مش هوفيك حقك، لا بالعكس، ده حقك عندي، ربنا يبارك في عمرك والله انا واشكرك ما شكرا هوفيك جزيلا. حقك يعني. الواحد الحمد لله الحمد لله والشكر ربنا ولحضرتك يعني. ربنا يحفظك يا ام حبيبه، انا متشكر جدا ربنا لمداخله حضرتك يبارك لك يا الكريمه، دكتور، جزاك الله ربنا خيرا، يبارك لك يا دكتور، ربنا ربنا يحفظك، يخليك يا رب. متشكر لحضرتك جدا، مع السلامه. الأخت أم حبيبة لازم تدخل جراحة وإلا هيحدث شلل. وصلت إلى درجة زي ما سمعناها مع حضراتكم كده إن هي لابد إن هي تدخل عملية جراحية للفقرات القطنية. تخصص العظام وتخصص المخ والأعصاب أجمعوا إن هو لابد من التداخل الجراحي وإلا مش هتمشي بعد كده. أهلها قالوا لها إحنا يعني قلت لهم أنا هروح للدكتور أسامة ونشوف الطب البديل، قالوا لها إحنا هنوديكي علشان نبقى خلصنا ضميرنا قدام الله سبحانه وتعالى لما تدخلي العمليات، يعني هم متوقعين انه قد يحدث شيء في العمليات، نعم قد يحدث الله اعلم يعني. ولكن هم يعني بيبروا ذمتهم فيودوها زي ما هي عايزه ليه للراجل ده او للطبيب ده ونشوف ايه الاخبار. الحمد لله رب العالمين، يعني يعني حتى اللفظ نفسه من ام حبيبه بتقول لك انا كنت جايه العياده متنيه مش قادره تفرد طولها من الالم. اسال الله العظيم العفو والعافيه للجميع. متنيه يعني مش قادره تفرد طولها. وبالتالي يعني هي بتقول انا خرجت من العياده الحمد لله الحمد لله، نقول 50% من الالم اتشال وقدرت ان هي تمشي على رجليها. اختها بتقول لها ايه ده انت وقفتي على رجليكي، بص اللفظ عامل ازاي حضرتك، التعجب من الحاله، ايه ده انت وقفتي على رجليكي. قدرت الحمد لله ان هي تتخلص تماما من المشاكل اللي كانت موجوده، وقدرت الحمد لله رب العالمين ان احنا نرجعها تاني يعني تظبيط مصنع زي ما بقول دايما لحضراتكم، وقدرنا ان احنا نتخلص من المشاكل المرضيه اللي كانت موجوده، وقدرت ان هي تقوم بواجبات منزلها من الالف الى الياء، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نتخطى العمليه الجراحيه التي لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى، تكلفه عاليه، معاناه جامده، اثار جانبيه قد تحدث، كل ده وارد جدا في العمليات الجراحيه. تدخلنا ببساطه جدا بالحجامة وبعض الأعشاب، قدرنا الحمد لله أن إحنا نلغي كل المشاكل الموجودة، وقدرت السيدة الفاضلة أن هي تقوم بشغل بيتها كله ووضبت بيتها في العيد إلى آخره. والحمد لله يعني بقت فترة 6 شهور، يعني معنى كده مش مسكن، معنى كده مش حاجة مؤقتة، معنى كده أن المشكلة انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الشكل اللي احنا شايفينه قبل والشكل اللي احنا شايفينه بعد استحالة يكون ده حصل فقط كمسكن أو كشيء مؤقت، لا ده الحمد لله بقى لها 6 شهور وانتهت المشكلة تماما بدون جراحة. ودي النقطة المهمة جدا، وده العنوان اللي أنا استأذنت حضراتكم في إن احنا نكمله أم لا. مع أم حبيبة قدرنا بدون جراحة نلغي تماما التعرض للجراحة، وقدرنا إن احنا نصل إلى بر الأمان بفضل الله سبحانه وتعالى.
كتير جدا من حضراتكم يسمع كلمة تغيير مفصل للركبتين، يعني يروح لطبيب عظام بنعمل أشعة نشوف نجد أن الغضروف في المفصل الركبتين انتهى تماما. لابد في الويستر ميديسن أو في الطب الغربي لابد من تغيير مفصل. طيب يعني تغيير مفصل ده حاليا في وقتنا هذا يعني تقريبا 150 ألف أو 170 ألف. طب ما فيش مشكلة في الفلوس، الحمد لله ربنا رزقنا وموسع علينا. طب جميل قوي، ما بعد العملية، ما بعد الإجراء الجراحي، شلنا المفصل وركبنا مفصل صناعي، هل هنجد النتيجة اللي حضرتك متوقعها واللي انت دفعت فيها 150 أو 170 ألف جنيه؟ لا صراحة لا. هقدر امشي بس مش بالمنظر اللي انت كنت متخيله، هقدر الالم هيروح هيروح تمام بس مش بالمنظر ايضا اللي انت كنت متخيله. طب يبقى احنا عملنا ايه؟ قدرنا ان احنا نروح ونيجي. معظم حالات خشونة الركبتين بيكون في السن العالي، وفي السن العالي اسال الله العفو والعافية للجميع، احنا مش هنخليك تجري تلعب كرة، يعني مش هنخليك تجري ماراثون، لا احنا عايزين بس ان انت تقضي حياتك، تقضي يومك، ما فيش حد يساعدك، ما تحتاجش لحد، تقدر تروح وتيجي، تقدر تطلع وتنزل، هو ده اللي مطلوب. وبالتالي دايما في هذه الحالات كلمة تغيير مفصل سهلة بالنسبة لنا احنا كأطباء، ولكنها صعبة جدا بالنسبة للمريض. هل يا ترى الويسترن ميديسين آخر مرحلة هي تغيير مفصل؟ نعم. طب هل يا ترى الالترنتيف ميديسين أو الطب البديل عنده حل آخر لخشونة الركبتين غير تغيير مفصل؟ نعم. هشوف الحالة دي وهرجع أناقش الحالة دي لأنها مهمة جدا 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 في خشونة الركبتين وتغيير المفصل. خلينا نشوفها مع بعض ونرجع مع بعض تاني إن شاء الله. أم شيماء معايا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم. نعم زي حضرتك. الله يبارك لك، اتفضلي يا أم شيماء. الله يخليك. انا بس كنت بشكر حضرتك بس عشان جيت عملت حجامه عند حضرتك، الحمد لله جابت نتيجه من اول مره الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كنا بنشتكي من ايه يا ام شيماء؟ انا عندي خشونه في الركبه. خشونه في الركبه؟ وايه الاخبار بعد الحجامه؟ الحمد لله صراحه من اول جلسه حسيت بالفرق والله الحمد لله. يعني ابتدينا الحمد لله نقدر نتحرك والالم اللي كان موجود ابتدى يضيع؟ ايوه الالم ابتدى يضيع يا ام شيماء. ايوه ابتدينا نتحرك كويس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله والله بشكرك يا دكتور. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب يا دكتور. الله يبارك فيك يا ام شيماء. يعني لقيت نتيجه طيبه الحمد لله. الحمد لله الحمد. عملنا لله كم مره حجامه يا ام شيماء؟ عملت 3. تمام. وحسينا من اول مره بالنتيجه؟ والله من اول مره حسيت بالنتيجه بالفرق والله الحمد لله. ربنا الحمد لله بارك. ربنا رب يتم نعمته عليك. انا متشكر لحضرتك جدا. وبنت اختي برضو جات لحضرتك عشان شعرها الحمد لله من اول مره حست بالفرق صراحه اول شهر. كان في تساقط ولا كان في ايه؟ كان خشن شويه. كان خشن والحمد لله خدت الحاجات من عندنا والنتيجه طيبه. الحمد لله من اول شهر صراحه جابت نتيجه معايا الحمد لله رب العالمين. طيب يا ستي ربنا رب يجعلنا سبب دايما لكل خير لحضرتك. جزاك الله خيرا على الاتصال يا ام شيماء. ام شيماء مشكلتها طلوع ونزول السلم، الركبتين خشونه عاليه. لما بنظر اليها بآليات الطب البديل بيبقى النظره مختلفه تماما كما ذكرت لحضرتكم عن الطب الغربي. انا عايز اخلي الحاله دي تقدر تمارس حياتها طبيعيا. هل يا ترى أنا هأعيد الغضروف مرة تانية؟ حديثا هناك بعض التدخلات العشبية والدوائية اللي بتعيد تاني، يعني مش عايز أقول بناء الغضروف كاملا، ولكن ولو طبقة رقيقة تفصل ما بين العظمتي وما بين الثلاث عظمات، عظمة الفخذ وعظمتي الساق. الغضروف ده اللي موجود والمفصل ده بيعتمد على عظمة الساق ثم عظمة الفخذ وعظمتي الساق، ما بينهم المفصل بتاع الركبة. بعض الآليات العشبية والدوائية حديثا نقدر نقول إن هي بتعيد ولو طبقة رقيقة ما بين هذه العظام، وبالتالي أبتدي إن أنا أطمن على المريض بتاعي. طيب أمال إحنا بنعمل إيه في الويستر ميديسين؟ المشكلة مع المريض بتاعي الألم اللي بيتعرض ليه أو اللي بيحس بيه جامد جدا مع أي خطوة، الألم اللي بيحس بيه جامد جدا مع طلوع سلمة واحدة، الألم اللي بيحس بيه مجرد أنه بيروح الحمام. في الويسترن ميديسن نجد أن الحل تغيير مفصل.
أو المسكنات القوية بمشاكلها بألمها بأعراضها الجانبية الكثيرة جدا بشدة وطأتها على الكلى والكبد والمعدة هيفضل طول عمره على مسكنات، وخاصة الحالة يعني مثلا كمثال أم شيماء ليست كبيرة في السن، هل هتفضل طول عمرها على مسكنات؟ لا، بنبتدي إن إحنا في الالتيرناتيف ميديسن أو في الطب البديل نبتدي نشتغل على العصب اللي بيسمع الألم، ننشط العصب، نزيل الالتهاب اللي موجود، ننشط الدورة الدموية، هيقل الإحساس بالألم. وهناك ما نسميه بالبين جيت أو بوابات الألم، دي احنا بنشتغل عليها في آليات الطب البديل سواء بالحجامة أو بالأكيوبانكشر اللي هي الإبر الصينية بصورة رائعة جدا، أجد أن الألم انتهى تماما. دي كده بسرعة النظرية الطبية للتعامل مع خشونة الركبتين. أم شيماء يعني احنا وصينا ان هي تخس، قلت لها لازم تخسي. ليه؟ خسسناها 11 كيلو، مع ال 11 كيلو اللي خسيتهم اضرب في 4 يبقى احنا شلنا من على المفصل 44 كيلو، عشان لما اعيد بناء الغضروف الرقيق ده ما يبقاش نفس الحمل موجود، ما يرجعش تاني اتعرض لنفس المشكلة. لا، الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نخسسها 11 كيلو من 81 الى 70 بأمان تام، بدون جوع وبدون اي اعراض جانبيه زي ما سالتها امام حضراتكم، بتاكل عادي جدا، وقدرنا ان احنا نشيل من على الركبتين بمعنى الكلمه 11 كيلو في 4 يبقى 44 كيلو. الحجامه يعني هي كانت بتقول الاول بقوم من الليل بصرخ ركبتي، اسال الله العظيم العفو والعافيه لنا جميعا، يعني الم الركبتين بيصحيها من النوم. لا، من اول جلسه الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا ننهي الالم تماما زي ما سمعنا منها. بالنسبة لموضوع الشعر ده حذرت كثير جدا جدا من حاجات التنعيم اللي انتوا بتسمعوا، فرد الشعر الكيميائي بيسقط الشعر تماما، بينهي على البصيلة تماما. هل اقدر ان انا بآليات الطب البديل والتركيبات العشبية والتركيبات الزيتية في الطب البديل اتعامل مع تساقط الشعر وفرد الشعر وتنعيمه وتطويله وزيادة كثافته بآليات طبيعية؟ نعم، وده اللي حصل زي ما سمعنا منها مع البنات عندها. وأعتقد إن حذرت كتير جدا، ما تسمعش إن يقولك دي فرد عشبي، مفيش حاجة اسمها كده، دي حاجات مصنوعة من الأعشاب، مفيش حاجة اسمها كده إلا في الطب على يد طبيب متخصص. كتير جدا هيقول لي طب يا دكتور احنا انا عن نفسي استغنيت عن الطب الغربي ورحت عملت حجامه اكتر من مره وكان الفشل حليفي. لان حضرتك اخطات الاختيار. بمعنى ايه؟ لما انا بتحدث عن اليات الطب البديل وبقول لحضراتكم واوضح لحضراتكم كثير جدا من التعامل مع الحالات المختلفه مع اليات الطب البديل، اقصد في كلامي الطب واقصد في كلامي الطبيب المتخصص. فما تجيش حضرتك تقول لي بقى ده انا رحت عملت حجامه مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده، انت كلامك مش صح. لا، حضرتك الاختيارك هو اللي مش صح، حضرتك ما اخترتش الطبيب المتخصص في هذا المجال. وبعيد للمره الالف، وعيدها ان كان في العمر بقيه للمره الالفين، انا لا بعمل دعايه لنفسي ولا بعمل دعايه للقناه الفاضله اللي انا بظهر عليها ولا بعمل دعايه للمكان اللي انا بعالج فيه. لا بتلاقي حضرتك تليفون للتواصل ولا بتلاقي عنوان للتواصل خالص. كل اللي انا بتحدث فيه ثقافة طبية، ما بقولكش تعالى لي مخصوص، انا بوضح لحضرتك وانت تختار الطبيب المتخصص اللي انت تقدر تروح له. نقطة مهمة جدا لوجه الله سبحانه وتعالى. انت عملت حجامة مرة واثنين وثلاثة وكانت عندك مشاكل في العظام ومشيت كتير جدا مع الاطباء، فقلت خلاص اعمل بقى امري لله، اعمل الحجامة اللي بيقولوا عليها واشوف الطب البديل اللي بيقولوا عليه، وعملنا وجدنا الفشل الزريع. تخيل بقى انت لما تجيلي بعد ثلاث مرات واول كلمه هقولها لك واحنا قاعدين مع بعض كده بعد ما بنشخص وبعد ما بقول لك تشخيصك وعندك كذا، فالعلاج ايه يا دكتور؟ العلاج ان احنا هنعمل حجامه. طب ما انا عاملها ثلاث مرات وانا جاي لك عشان تقول لي اعمل حجامه، اكيد هترفض. انا لو مكانك هرفض. لا، تخيل بقى حاله عملت خمس مرات حجامه وتدخل للدكتور يقول لها انا هعمل حجامه. يعني اعتقد ان من حقها تقول بس خلاص شكرا جدا سلام عليكم وتمشي. خلينا نشوف الحالة ديت علشان تعرف حضرتك أن آليات الطب البديل على يد طبيب متخصص تختلف تمام الاختلاف عن الطريقة العشوائية، تختلف تمام الاختلاف عن الطريقة التجارية. خلينا نشوف الحالة دي وشوف عملت كم مرة حجامة وشوف النتيجة كانت إيه ونشوف أخبارنا إيه معاها ونرجع مع بعض نحللها من الناحية الطبية. أم البنات، سلام عليكم. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. يا دكتور الأمل والسعادة والتفاؤل. ربنا يعزك وعلي قدرك يا رب، ده إيه الوصف الجميل بارك ده؟ بارك الله في عمرك يا رب. أسأل الله العظيم إن أنا أكون كذلك وأكون عند حسن الظن يا رب، ربنا يحفظك. اللهم آمين يا رب. اتفضلي يا فندم. أنا كنت جيت لحضرتك من 4 شهور كده يا دكتور. تمام. بعد يعني مرحلة طويلة خالص مع الأطباء، يعني من 2009 إلى ما جيت لحضرتك. كنا بنشتكي من ايه ام البنات؟ كان الام في المفاصل وصداع دايما، يعني رحت لكل الاطباء حتى دكتور القلب وانف واذن. اه كل الاطباء رحت لهم. تمام. وفي الاخر دكتور المخ والاعصاب قال لي دي خشونه في المفاصل. تمام. وخدت العلاج وتعب للمعده خالص وبعد كده قعدت. فقلت اخر مرحله يعني هو الطب البديل. تمام. فالصراحة أنا بثق في قناة الرحمة جدا، ومش كنت عارفة الصراحة أروح لأي دكتور في اللي بيجي فيه على قناة الرحمة. آه. فاستخرت ربنا، فربنا سخر في الرؤية الدكتور وسامة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلنا مفتاح لكل خير لكم يا رب. الحمد لله. اللهم آمين اللهم آمين. عملنا إيه بقى يا مدام؟ عملنا إيه مع بعض؟ جيت أنا لحضرتك قلت لي هنعمل 3 جلسات حجامة. آه. قلت لك أنا عملتها، كنت عاملها أكثر من 5 مرات. كويس. اه فقلت لها انت متخصص؟ قلت لك لا. قلت لك يبقى ما عملتهاش. فابتدينا الحمد لله باول جلسه، فالحمد لله النتيجه كانت طيبه خالص. هي مش كان في الاول حسيت براحه، بعديها في الاسبوع الثاني. جميل. مع العلاج وكده. تمام. كملت الحمد لله دلوقتي، عملت 3 جلسات فالحمد لله. يعني كان هي السيرفر كانت في الجلسه الثالثه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله من 2009 ابتدينا بقى ننتهي من الايه، من الالام والمشاكل دي. الحمد لله. والله كانت الالام ما كانت بتفارقني لا ليل ولا نهار. الحمد يعني لله. كنت بنام عشان اهرب من الالم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب يا ستي مش عارفه الى الان انا بقول يعني السر في الحجامه او في السر في الاعشاب او في الدكتور اسامه. لا في الحجامه. لا 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 لا، هي في الحجامه وسنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ولكن على يد طبيب متخصص. يعني احنا بنقول كما اوصانا الله سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وكما اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيب يعلمه من يعلمه ويجهله، او علمه من علمه وجهله من جهله. فاحنا بنقصد الطبيب المتخصص، ولكن حقيقه السر في الحجامه. فعلا فعلا. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، ربنا يجعلك دايما سبب يا رب ومفتاح للخير دايما. ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا على الاتصال، وجزاك الله خيرا على حسن الدعاء. شكرا جزيلا لحضرتك. 5 مرات حجامة عملتها أم البنات، وتفاجأ بالطبيب اللي قدامها يقول لها أنا هعمل لك حجامة. أعتقد زي ما بقول لحضراتكم من حقها، لو أنا مكانها لا شكرا أنا مش هعمل حجامة، ده أنا عملتها 5 مرات. بس شوف السؤال اللي أنا سألته لها، على يد طبيب؟ قالت لي لا. قلت لها تبقى ما عملتهاش، وهذه حقيقة واقعية. كتير جدا من اللي بيشرفونا يقول لي أنا عملت حجامة على يد متخصص. يعني إيه متخصص؟ أنا عملت حجامة على يد حد واخد دورة. يعني إيه دورة؟ الطب لا يعترف بكل هذا الهراء. الطب لا يعلم ولا يعرف أي شيء عن هذا الهراء. في حاجة اسمها طبيب، ثم بعد ما يتخطى 7 سنين العجاف يدخل في 7 سنين تاني عجاف أكتر منهم علشان يتخصص، علشان حضرتك تصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى درجة الشفاء، علشان حضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الطبيب سببا في شفائك. 5 مرات عملت حجامة. مفيش حاجة اسمها متخصص في الحجامة إلا إذا كان طبيب. مفيش حاجة اسمها خبير في الحجامة إلا إذا كان طبيب. مفيش حاجة اسمها خد دورة في الحجامة إلا إذا كان طبيب. أما الباقي فسيبك من الكلام ده كله. وزي ما شفنا مع حالة السيدة الفاضلة أم البنات، أم البنات بعد مرحلة طويلة مع الأطباء كان عندها ألم مفاصل وصداع مستمر، شخصوها أن هي خشونة في المفاصل. العلاج تعب لها المعدة، زي ما بقول لحضراتكم دايما المسكنات لها أثار جانبية شديدة الوطأة على المعدة والكلى والكبد. يعني خلاص زي ما نقول إيه، استوت. فقالت خلاص نجرب الايه، الطب البديل، وربنا سبحانه وتعالى سخرنا ليها. فبتقول لي انا عملت حجامه 5 مرات، وابتدينا قلت لها لا سيبك من الكلام اللي احنا عملناه، ما عملتهاش على يد طبيب متخصص، تعتبري نفسك ما عملتهاش. وقد كان بعد الجلسه الاولى في الاسبوع الثاني يعني ارتحت شويه.
شوف بقى لدرجه ان هي كانت بتنام عشان تهرب من الالم. شوف شده الالم ووطئته عامله ازاي، بنام عشان اهرب من الالم. في الجلسه الثالثه انتهى الالم تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. وده هيخليني اقول لحضرتك ان الالتزام بالخطه الطبيه العلاجيه اللي انا بشرحها لحضرتك والحاجات الاخرى، الخطه الطبيه العلاجيه لا تشمل الحجامه فقط، عشان كل حاله بتختلف عن الاخرى عن الثانيه عن الثالثه. الخطة الطبية العلاجية البنود التي أذكرها لحضرتك هي دي بنسميها The Medical Plan of Treatment أو الخطة الطبية العلاجية، لابد أن تلتزم بها جميعها علشان نصل إلى النتيجة اللي إحنا سمعناها بعد معاناة طويلة مع الأطباء، وبعد كان بتنام علشان تهرب من الألم. التزمنا بالبنود الخطة الطبية العلاجية، الحمد لله رب العالمين في الجلسة الثالثة انتهت المشكلة تماما تماما بمعنى الكلمة. مهم قوي أن حضرتك تلتزم بالخطة الطبية العلاجية، مهم جدا ان حضرتك تعلم تمام العلم ان اي بند من البنود لو اهملناه مش هنجيب نتيجة. التزامك مهم جدا. اقول ثلاث مرات الاعشاب يبقى ثلاث مرات، ما تقولش مرتين، لان احنا بنحب الفصال قوي. يعني كان عندي سيدة فاضلة من السودان الشقيق فبتقول لي ده انا نسيت افاصل الجلسه اللي فاتت، انا بحب الفصال جدا، ده انا زعلت ان انا ما فصلتش. فاصل في الفلوس زي ما انت عايز، ما فيش مشكله، لكن ما تفصلش في بنود العلاج بتاعك. بلاش الاعشاب يا دكتور عشان ما بحبهاش، ما ينفعش. بلاش يا دكتور العلاج ده علشان اخدته قبل كده وما جابش نتيجه. ما دام ذكر الطبيب البنود المختصه بعلاج حضرتك، ما ينفعش ان انا اشيل بند. دي نقطه مهمه جدا لابد ان نعيها تمام الوعي، ولابد أن نلتزم بالبنود العلاج جميعها من أولها إلى آخرها عشان نصل مع بعض إلى بر الأمان، زي ما حصل كده مع السيدة الفاضلة أم البنات. بعد خمس مرات من حجامة عشوائية وجدت أن الاختلاف التام ما بين الحجامة الطبية والحجامة العشوائية، والحمد لله رب العالمين بدون جراحة قدرنا أن احنا نخطي أو نتخطى التعرض للعمليات الجراحية وخطورتها، قدرنا أن احنا نصل إلى بر الأمان بفضل الله سبحانه وتعالى بدون جراحة. هذه الثلاث مداخلات في أمراض العظام تدي فكرة لحضرتك أن هناك باب آخر بفضل الله سبحانه وتعالى يفتح أمامك علشان تقدر أن أنت تلجأ إليه، رحمة من الله سبحانه وتعالى. ممكن أنا ما أقدرش أتحمل مصاريف الجراحة، ممكن أنا ما أقدرش أتحمل تبعيات الجراحة، ممكن ما أقدرش أن أنا أتحمل مجرد أن أنا فكرة أن أنا أدخل حجرة العمليات. ربك سبحانه وتعالى رحيم بعباده سبحانه وتعالى، ومن بنود رحمته الطب وآلياته المختلفة. ده في مجال العظام، وقدرنا بدون جراحة أن إحنا فعلا نصل بالمريض بتاعنا إلى بر الأمان. زي ما شفنا في الحلقة الماضية أيضا، زيادة الوزن والسمنة وكثير من الإعلانات التجارية للجماعة بتوع تجار البشر مالية الشاشات، وكثير من المنتجات اللي يقول لك يعني ده هتخس 2 كيلو في الأسبوع، هتخس 4 كيلو في الأسبوع، 8 كيلو في الأسبوع، 10 كيلو في الشهر، كأنه ما زاد، وينسى أو يتناسى أو لا يعلم أنها خلية حية أبدع الله سبحانه وتعالى في خلقها. لابد أن نتعامل معها بمنتهى الحذر وبمنتهى الأمان حتى لا تحدث أثار جانبية أشد وطأة من الألم اللي موجود أو من المرض اللي موجود. عذرا، منتجات التخسيس اللي موجودة على الشاشات كلها وعلى يقين تام وعلى ثقة تامة كلها تجارية، ليس هناك ما يسمى بمنتج تخسيس تشتريه من على التلفزيون، تشتريه من الشاشات، تشتريه من النت، تشتريه من الفيس، كل ده كلام تجاري بحت. ليس هناك ما يسمى بأن هناك فريق طبي هيساعد حضرتك وهيتواصل مع حضرتك، مفيش الكلام ده خالص خالص. وكما ذكرت من قبل، حتى الخريج الحديث اللي لسه متخرج امبارح لن يقبل على نفسه بعد هذه المعاناة الطويلة وبعد العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أطلعه عليه أن يبقى تليفونيست، يبقى مجرد أنه بيرد على حضرتك علشان يقول لك كذا وكذا. ما ينفعش، مفيش الكلام ده خالص. كل الفريق الطبي المزعوم اللي هم بيقولوا ان هو بيتابعك عباره عن خريجي كليات اخرى، وممكن يكون حتى بدون خالص اي مؤهل، ولكنه عباره عن واحد بيرد على التليفون فقط لا غير لطمئنه حضرتك، ولكنه بعيد تماما عن الطب وبعيد تماما عن الاطمئنان. لابد ان تعي هذه الكلمه تماما. ارجع تاني للاخوه الممثلين والممثلات اللي بيظهروا في الاعلانات للتخسيس، ده شغلهم، دي وظيفتهم، فما تلومش عليهم، لوم على نفسك.
لازم تعرف أنه السمنة وزيادة الوزن مرض ولابد من طبيب ولابد من علاج طبي، غير ذلك هيبقى وهم بمعنى الكلمة. العمليات الجراحية في السمنة وزيادة الوزن كما ذكرت لحضراتكم في الحلقة السابقة أصبحت شبه ملغية في العالم المتحضر، احتراما للإنسان واحتراما لخلق الإنسان والخالق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلق لك المعدة تبقى ضرر فانت تشيلها علشان أخس، كل الكلام ده لا. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش المعدة علشان أعمل لها تحويل مسار، ما خلقش المعدة علشان أعمل لها تكميم، ما خلقش المعدة علشان أعمل لها قص معدة. كل هذا كلام بعيد تماما عن العقل، وبالتالي الطبيب للأسف ما بيوضحش للمريض بتاعه عذرا إن بعد العملية هيفضل طول عمره على فيتامينات، إن بعد العملية ممكن يتعرض لكثير من الأمراض نتيجة نقص الفيتامينات، إن بعد العملية هيفقد لذة الطعام، وأنا قلت أنا مش هتكلم في النقطة دي، إن بعد العملية ممكن يجد أثار جانبية كثيرة. كل ده ما بيذكرش، اللي يذكر فقط هو التخسيس. وخد في اعتبار حضرتك أن التخسيس مش هيبقى لحظي، هتعمل عملية النهاردة بعد شهر هتنزل، لا خالص، ده على مدار 6 إلى 12 شهر يبتدي الوزن ينزل. طب ما تديني فرصة بآليات الطب البديل إن أنا أتخطى معك التدخل الجراحي. هل أقدر إن أنا أنزل 40 30 50 كيلو في الطب البديل؟ خلينا نسمع الحالة دي وهي شاب صغير زي ما سمعنا الحلقة الماضية، نسمع حالة أخرى هذه الحلقة ونشوف كده عملنا إيه مع وزنه الكبير جدا وقدرنا نوصل معاه لفين. خلينا نسمع المداخلة دي من حلقة ماضية ونرجع تاني نحللها من الناحية الطبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. انا محمود من الجيزة، انا متابع مع حضرتك. اهلا وسهلا يا محمود، اهلا بيك، اتفضل. انا متابع مع حضرتك نظام تخسيس من حوالي 6 شهور. تمام. اول ما ابتديت مع حضرتك كنت 143 كيلو. ايوه. كان طبعا جسمي زايد جدا لدرجة انا ما كنتش ملاحظ ده. انت عندك كم سنة يا محمود معلش عشان السادة المشاهدين برضو يبقوا معانا في الصورة؟ اول ما ابتدأت مع حضرتك كان 19. كنا 19 سنة. تمام. تميت ال20 في شهر 8 اللي فات. كل سنة وانت طيب. وانت طيب حضرتك. كنا 143 كيلو. حاليا حضرتك احنا انا دلوقتي مع حضرتك يعني على قبول مراحل التثبيت. تمام. نزلت في الوزن لحد دلوقتي 80 كيلو. يعني احنا النهارده 80 كيلو. جميل. يعني ما شاء الله نازل 63 كيلو يا محمود. الحمد لله حضرتك، البركه في ربنا وحضرتك. ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يعزك يا رب. طب محمود معلش يعني انت حالتك جميله قوي، وبرضه علشان نعرضها مع الساده المشاهدين مع بعض، احنا كنا 143 كيلو نزلنا الحمد لله بقينا 80 كيلو. انت عندك 19 سنه. ايه الاثار الجانبيه اللي انت لاحظتها اثناء شغلنا؟ هو حضرتك ما فيش اثار جانبيه كتير، ان كان ساعات بيجي لي دوخه بسيطه بسبب طبعا يعني الاكل الزياده اللي انا كنت باكله، المعدل فيه قل. تمام. وحضرتك اديتني فيتامين وقتها مشيت عليه وبقيت تمام الحمد لله كويس. الحمد لله رب العالمين. لكن ما فيش اي اثار جانبيه. الحمد لله ما فيش ترهلات مزعجه؟ لا. جميل قوي الحمد لله. بص نقطه مهمه قوي يا محمود، يعني مع التخسيس بتاعنا من 143 ل 80 القوام تناسق الحمد لله، بقى القوام كويس وفي رسمه للجسم كويس. كل الناس لاحظوا عليا كده وكل الناس يعني شكروا حضرتك يعني في المعجزه اللي حضرتك عملتها. لا ربنا يخليك، ده فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. طيب حاجه مهمه واخيره محمود، يعني احنا يعني انت 19 سنه لسه 20 سنه لسه شاب في مقتبل العمر اهوت، طبعا اعتقد ان السمنه الزايده كانت مقلماك جامد ومسببه لك ازعاج شويه. كتير حضرتك يعني كنت يعني اكاد كنت افقد الثقه في نفسي خالص. طبعا من تقل الوزن، عدم خروجي، ما بروحش شغلي، حاجات كتير قوي كنت مهمل فيها. كل ده اختلف الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله رب العالمين. طيب انت هتكمل لغاية امتى يا محمود؟ انا هكمل مع حضرتك لحد
اثبت عند وزني 75 كيلو وابقى كده خلاص كده تمام ان شاء الله. ان شاء الله كملت المشوار بتاعي ان شاء الله. انا بشكرك على اتصالك واتمنى ان احنا نكمل مع بعض على خير يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا محمود. ناخد الاتصال التالي. السلام عليكم. محمود 19 سنة 143 كيلو وزنه. لابد اكيد ان اي حد هيشوفه يا بنعمل تدبيس معده يا بنعمل مسار تحويل مسار اعمل تكميم لازم جراحه. يا محمود انت كده مشكله. انت كده مش رغم ان هو عنده 19 سنه. هل يعقل هل يعقل ان انا اعرض شاب في هذا العمر 20 او 21 او 25 الى التدخل الجراحي علشان اعمل تحويل مسار او اعمل تدبيس معدة او اعمل تكميم او اعمل الى اخره من اللي احنا بنسمع عنه واحرمه تماما طول عمره بقى من لذة الطعام وطول عمره يفضل ماشي على الفيتامينات وهنتقابل لازم مع نقص الفيتامينات والمشاكل الكتيرة اللي هتحدث والامراض اللي ممكن تحدث. يعني ده يعقل؟ يعني العقل لن يرضاها فكيف يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى منفذ آخر برحمته لكثير من الحالات المشابهة. 143 كيلو نزلنا بفضل الله سبحانه وتعالى 63 كيلو. كتير ممكن ما يصدقهاش بس زي ما سمعنا الحالة والحلقة الماضية سمعنا الحالة اللي نزل 50 كيلو لا المرة دي 63 كيلو وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نمر بهذا الشاب بعيدا عن التدخل الجراحي. قدرنا ننزل الحمد لله رب العالمين 63 كيلو وقدرنا ان احنا نخرج بدون اي اثار جانبية زي ما سمعنا منه الا دوخة بسيطة حصلت وانا يعني وضحتها له. يعني حد شاره في الطعام وفي الاكل وبالتالي لابد ان هو لما هقلل الاكل هيحدث دوخة بسيطة وقدرنا ان احنا نتخطاها بامان تام بفضل الله سبحانه وتعالى. هل حدث ترهلات؟ لا الحمد لله. حدث اي مشاكل اخرى؟ لا خالص. ده كان من كتر الوزن لا بيروح شغل ولا بيخرج. متخيل انت الحالة النفسية عاملة ازاي للشاب في هذا العمر؟ متخيل الاثار الجانبية اللي حدثت في هذا العمر بهذا الوزن؟ قدرنا ننزل الحمد لله 63 كيلو. هو عايز كمان 5 كيلو عشان نثبت. ايه نثبت دي؟ دي نقطة مهمة جدا وهي تثبيت الوزن اللي احنا وصلنا له. بمعنى آخر زي ما أكون بعلي تلفزيون كده أثناء الشغل بتاع التخسيس أنا بعلي التلفزيون واحدة 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 لغاية ما أصل إلى النهاية أو أعلى درجة من التثبيت. ده ينطبق إلى على الحرق أو التمثيل الغذائي للجسم البشري. التمثيل الغذائي للجسم البشري أبتدي أوصل التمثيل الغذائي بتاع الجسم البشري إلى أقصى مرحلة لي وهو ده التثبيت بطريقة طبية آمنة جدا بدون أي مشاكل أو أي آثار جانبية تحدث. يعني التثبيت حقيقة طبية على يد طبيب متخصص. نعم حقيقة طبية زي ما سمعنا مع محمود. هو عاوز ينزل كمان 5 كيلو يوصل ل 75 من 143. يعني عايز ينزل يقفل ال 68 كيلو تخسيس. شخص آخر شلنا من عليه شخص آخر بمعنى الكلمة. قدرنا الحمد لله ان احنا نتخطى الجراحه. قدرنا الحمد لله ان احنا نبعد عن الجراحه تماما. وزي ما بقول لحضراتكم في البلاد التي تحترم الانسان وادميه الانسان ابتدت عمليات الجراحه للسمنه تختفي بمعنى الكلمه. دي موجوده يا دكتور واطباء بيعلنوا عنها موجوده واطباء افاضل زملاء افاضل بيعلنوا عنها هذا شانهم. ولكن انا بتكلم عن تخصصي بتكلم عن الحالات اللي بتجيلي بتكلم عن الحالات اللي انا براعي فيها عظمه الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الانسان واقدر ان انا انزله اكتر من الوزن اللي عايز ينزله بالعمليات الجراحيه وبتكلفه لا تذكر مقارنه بالعمليات الجراحيه بدون اي اثار جانبيه مقارنه بالاثار الجانبيه للعمليات بالتمتع بالحياه كاملا من ناحيه الغذائيه وناحيه الطعام الى اخره. اجد فرق شاسع ما بين التعامل مع آليات الطب البديل بدون جراحة. كان هذا هو عنوان الحلقة الثانية من هذا العنوان بدون جراحة. هنتظر أيضا استفسارات حضراتكم ورأي حضراتكم هل نكمل بهذا العنوان بدون جراحة أم نكتفي بالحلقتين اللي احنا شفنا فيها إزاي قدرنا في أمراض العظام وأمراض السمنة وهناك كثير من الأمراض الأخرى اللي احنا نقدر نمر بالمريض بتاعنا بدون جراحة ونجعل الجراحة آخر اختيار للمرة الثالثة أو الرابعة. لا تقليلا من شأن الجراحة ولا تهميشا لدور الجراحة في التعامل الطبي ولكن على قدر الإمكان نجعلها آخر اختيار
في التعامل مع جسم الإنسان بدون جراحة. هذا هو الجزء الثاني في انتظار رأي حضراتكم، هل نكمل أم نكتفي بهذين الجزئين. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.